نبدأ بسم الله. بسم الله. احنا السيشن اللي فات خلصنا يعتبر اول، خدنا يعتبر مقالين. ال variables و ال time. بالظبط. انا هفتح التوتوريال عشان تبقى جنبنا. احنا يعتبر عدينا هلو وورلد وكود استراكشر، هم أول ثلاثة دول. اول ثلاثة عديناهم وخدنا variables و data types. ان شاء الله في السيشن ده هناخد ال type conversions وال operators وال comparisons، ودي هنعديها. التاسع ده حلو زي ده هنعديه. التاسع الانتراكشن والحاجات دي ده التاسع دي حاجات خاصة بالبراوزر، ممكن تقراها يعني. كده كده احنا ال alert شفناها وال prompt شفناها، الباك تكست اللي هي بتاع زي الباك تكست عارفها ايه هي؟ الباك تكست اللي هي زي السنجل كوت والدبل كوت الباك تكس. اي مش لاقيها عندي في الكيبورد ما دي حسب الكيبورد بتاعتك. انا عندي في الماك بتبقى جنب الزد كده على الشمال، عارف الزد على الشمال مش مشكلة. بصور لي الكيبورد بتاعك ونبقى نشوف. يعني حاولت ما ظهرت كله ما ظهرتش عندي برضه تمام، خلاص هنبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله. ماشي تمام اتفضل طيب قبل ما نبدأ عايز نتكلم كده كلمتين عن الجافا سكريبت. احنا خدنا المرة اللي فاتت الجافا سكريبت انفايرمنتس، تمام؟ تمام فهي اسمها جافا سكريبت انفايرمنت او جافا سكريبت ران تايم انفايرمنت، تمام؟ الاسم ده او ده. وقلنا ان هي المكان اللي بتعيش فيه الجافا سكريبت او اللي بتكسكيوت، اللي بنقدر ننفذ فيه كود الجافا سكريبت، تمام؟ تمام بس ما قلناش هي ايه بالظبط. النهارده عايزين نقول هي ايه بالظبط ونضيف عليها ايه هي الجافا سكريبت انجن. فانا عايز افتح حاجه ارسم فيها. احنا عندنا الجافا سكريبت انفايرمنت هي المكان اللي بنكسكيوت فيه الجافا سكريبت. ففيها اتنين كومبوننتس رئيسيه. اول حاجه هو الجافا سكريبت انجن. هو ده مش بيكتب ليه؟ جافا سكريبت انجن. الجافا سكريبت انجن ده بروجرام مسؤول ان هو يعمل اكسكيوشن للجافا سكريبت. يبقى اول كومبوننت هو الجافا سكريبت انجن، وده المسؤول عن ان هو يعمل عملية الاكسكيوشن دي. يعني هو برنامج بيبقى مكتوب بلغة تاني سي بلس بلس، تمام؟ دور ان هو تديه كود جافا سكريبت ينفذه، تمام؟ ده اول كومبوننت في الـ runtime environment. تاني كومبوننت هي مجموعة libraries عشان نستخدمها جوه الجافا سكريبت. يعني احنا المرة اللي فاتت استخدمنا حاجة اسمها alert و prompt. الحاجات دي مش جزء من الجافا سكريبت كلغة كبروجرامينج لانجوج. دي libraries بتقدمها لك الـ environment نفسها اللي هي في الحالة دي البراوزر. جميل. فاحنا لو جينا هنا كده احنا بنتكلم عن الجافا سكريبت runtime environment. فنلخص، هي عبارة عن حاجتين: برنامج بيعمل execution للجافا سكريبت، تمام؟ وتاني حاجة هي libraries بتساعدنا واحنا بنكتب الكود الجافا سكريبت. libraries زي alert و prompt والحاجات دي بتختلف من environment للتاني. بس دي ال runtime environment. بعد كده الجافا سكريبت كبروجرامينج لانجوج هي interpreted، يعني بتترجم مش بيحصل لها compilation. يبقى احنا عندنا نوعين: interpreted languages vs compiled languages. الفرق بينهم ال compiled languages هي معناها ان البرنامج اللي انت بتكتبه لازم يحصل له compilation في الاول، بعد كده لما يحصل compilation يتنفذ الحاجة اللي انت عملت لها compilation دي تتنفذ. اما interpreted معناها ان اللغة بيحصل compile
الستيتمنت ستيتمنت وتتنفذ في نفس الوقت. طيب انا عايز اوريك مثال علشان الموضوع ده يتضح. لو جينا هنا كده، ده مثلا فايل جافا سكريبت عادي وكتبنا فيه اي ستيتمنت مثلا كونسول لوج اي حاجه، جميل. فانت لما تيجي تعمل اكسكيوشن للكود ده، هتكتب مثلا نود اندكس دوت، هو اسمهش اندكس، اسمه اتش دوت جي اس. فانت ما انها انتربريتد لانجوج، الانجن بتاعها بيدخل يمسك ستيتمنت ستيتمنت ويعمل للستيتمنت كومبايل، وبعد كده يعمل اكسكيوت. كلمه كومبايل، لما تقول كومبايل فمعناها ان هو بيحول الكود اللي انت كاتبه لكود يفهمه الهاردوير، لان الكود اللي احنا كاتبينه ده هو كونسول لوج، ده دي حاجات ما يفهمهاش الهاردوير، البروسيسور اللي انت شغال عليه. فاللي بيحصل بما انها انتربريتد لانجويجز، بيدخل عليها سنتنس باي سنتنس كده، يعمل كومبايل وبعدين يعمل اكسكيوت، وبعد كده يخش على الستيتمنت اللي بعدها، يعمل كومبايل وبعدين يعمل اكسكيوت. وكومبايل معناها ان هو بياخد الكود ده يحوله لكود يفهمه الهاردوير، جميل. فده معناه ان انت لو كاتب حاجه غلط في مثلا مثلا رقم في اللاين رقم 8، هو مش هيعرف في الاول، هو محتاج ينفذ 1 و2 و3 و4 و5 و7 لغايه ما يوصل ل 8، بعدين يكتشف ان في خطأ هنا كده، جميل. دي الانتربريتد لانجوج. على عكس لو احنا استخدمنا لانجوج كومبايلد، عايزين نشوف مثال على موضوع كومبايلد ده. السي لانجوج والجافا لانجوج كل دي كومبايلد لانجوجز. فانا عندي هنا كده عايز اجيب كود سي، introduction to algorithms، algorithms implementation. عندي هنا كده دي كلها فايلات سي. فتحت حاجه في التيرمينال هنا كده، ليست، الفايلات دي كلها موجوده معايا، جميل. فانا لو عايز انفذ حاجه من دول، ما ينفعش اكتب مثلا اي حاجه واديله اسم الفايل وينفذه، لا الكلام ده ما ينفعش. اول حاجه انا لازم اعمل كومبايليشن، فبعمل كومبايليشن مثلا بالكومبايلر بتاع السي اسمه جي سي سي، واديله مثلا اي مثلا فايل من دول. خلينا مثلا لو في كويك سورت هنا كده، كويك سورت دوت سي تمام داش او، واسميه مثلا كويك سورت. فانا كل اللي بعمله هنا كده ان انا بعمل كومبايليشن للفايل ده اللي هو كويك سورت دوت سي دوت، وبعمل له كومبايليشن في فايل جديد اسمه كيو سي. فلو دوست كده هو دلوقتي عمل له كومبايليشن، فعمل لك فايل جديد اسمه كيو سي. بيقول لك ان الفايل دوت ما نقدرش نعدده هنا كده، لان هو باينري، لان ده ناتج الكومبايليشن. الكومبايليشن بيحوله لباينري كود، الباينري كود ده هو اللي الهارد وير بيفهمه، زيرو وان، صح. فاحنا هنا كده ده الفايل اللي نقدر ننفذه. فانا لو دوست هنا كده، كده انا اقدر انفذ الفايل ده كيو سي، طلع لي الاوتبوت اللي هو اكسكيوشن تايم. طبعا لو الكويك سورت ده هو الجوريزم بيعمل سورت لمجموعه ارقام، وانا هنا كده بطلع الوقت اللي هو خده فيه، تمام، ما يهمناش. المهم ان هو فايل سي وعملنا له كومبايليشن، وبعد ما عملنا كومبايليشن بدانا نعمل اكسكيوشن. ده لان السي كومبايلد لانجوج، جميل. على عكس الجافا سكريبت، الجافا سكريبت مش محتاجين نعمل كومبايليشن، محتاجين نكسكيوت على طول. فدي الفرق بين الاثنين. دول المعلومتين النظري قبل ما نبدا. نبدا بقى في الشغل بتاعنا تايب كونفرجن. قبل ما ابدا في التايب كونفرجن عايز اعمل حاجتين. اول حاجه احنا شرحنا المره اللي فاتت الفرق ما بين البريميتيف تايبس والنون بريميتيف تايبس، انا شايف ان انا ما غطيتهمش كويس، عايزين نتكلم فيهم تاني. فلو فتحنا اي فايل، احنا قلنا الجافا سكريبت فيها كام داتا تايب؟ جافا سكريبت داتا تايبس لو فاكر معايا، تمام، حلو. اول واحد قلنا نكتبهم بسرعه، السترينج والنمبر، بوليان تمام، بيج اند، بيج اند تمام، النال ولاند ايدنتيفايد انديفايند، صح تمام، اوبجكت او سيمبل، تمام، سيمبل و اوبجكت، دول 8. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمام. دول كلهم كده primitive data types.
وده نون بريمتيف. طيب يعني ايه كلمة بريمتيف ويعني ايه نون بريمتيف؟ كلمة بريمتيف ترجمتها بالعربي يعني أولي، ومعناها هنا كده إن دي داتا تايب وموفرها لك البروجرامينج لانجوج. يعني انت عندك من 1 لـ7 primitive data type والـ object بس non primitive data type. بالظبط دول كلهم بريمتيف. كلمة بريمتيف معناها أولي، يعني الحاجات دي جاهزة معاك من البداية، وفي نفس الوقت أنت مش محتاج تعرفها. جميل. فكل دول بريمتيف، دي معنى كلمة بريمتيف. لكن كلمة نون بريمتيف فده معناه ان ان التايب ده مش اولي، وبالتالي انت اللي معرفه. يعني انت تمام. تقدر تعرف تايب. انا هنا كده هكتب كود مش مهم قوي، يعني احنا لسه ما وصلناش للفيتشر ده، ولكن علشان نفهم يعني ايه نون بريمتيف داتا تايب، انا هعمل حاجه اسمها كونستراكتور فانكشن. تمام. والكونستراكتور فانكشن دي هتعمل لي تايب جديد اقدر استخدمه. فلو جيت هنا كده مثلا وقلت فانكشن، وهعمل تايب جديد مثلا هسميه نيو تايب، والنيو تايب ده بياخد مثلا اكس وواي، وهاجي هنا كده هقول this dot x بتساوي x و this dot y بتساوي y. مش مهم قوي تكون فاهم الكلام ده، احنا لسه هنيجي للكلام ده، لسه هنجيله ونشرحه بعدين، بس علشان نفهم يعني ايه كلمة primitive و non primitive. فانا هاجي اعمل فيريابل واسميه مثلا نيو فار. تمام. والفيريابل ده هديله قيمه انستنس من النوع ده نيو تايب، وهديله 1 و2. فانا لو جيت هنا كده كونسول دوت لوج وقلت تايب اوف النيو فار ده، وجيت هنا كده عملت اكسكيوت، قلت هنا كده نود اتش دوت جي اس ثرو ايرور كانت فايند موديول انتدكشن. احنا هنا كده واقفين جوه الفولدر ده اللي هو الالجوريزم امبلمنتيشن. فانا هرجع لورا وبعدين هدخل جوه الانترودكشن تو جافا سكريبت. وهاجي هنا كده no such file or directory cd back list cd تمام. احنا هنا كده واقفين في المكان الصح. فلو جيت هنا كده وقلت ايه نوع ال variable الجديد ده، هيقول لك ده object. جميل. فده الحاجة الوحيدة، انا دلوقتي لو عملت كونسول لوج للفيريابل ده النيو فار، بدل ما كنت بعمل كونسول لوج ليه، هيدي لك ان هو عبارة عن نيو تايب وجواه 2 بروبرتيز اكس وواي. فده كده انا بقى معايا بالشكل ده، بقى معايا تايب جديد بقدر ابعت له داتا معينة ويخزنها بشكل معين انا اللي محدده. فده النون بريميتيف داتا تايب. تمام. في مشكلة في الموضوع ده؟ لا تمام. طيب زي الفل، نرجع نكمل. فدي قصة ال primitive وال non primitive. بعد كده عايزين التسطب بال node JS علشان نشتغل عليها بعد كده. لو جيت في جوجل وكتبت node JS، تفتح ال official website، هتلاقي هنا كده ال download. هتداونلود الليتست ده اللي ريكومندد، لان ده اللي ستيبل. تمام. هتداونلوده عادي. انا هنا كده علشان انا شغال على ماك، فجايب لي الفيرجن بتاع الماك. لو انت ويندوز او بنتو، هيجيب لك الفيرجن بتاعك، فهتنزله وتسطبه زي اي برنامج، وبكده يبقى معاك النود جي اس، نقدر نستخدمها هنا كده زي ما انا بستخدمها. مش لازم انزل الفيديو البيزك عندي لا 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 ملهاش علاقة. لو عايز تنزل ده علشان تكتب فيه، انت هتحتاج صح اديتور تكتب فيه، تقدر تنزل اي اديتور انت عايزه. ايوه زي مثلا انا شغال هنا كده على فيجوال ستوديو كود، ده كويس برضو. لو جيت هنا كده فيجوال ستوديو كود، تفتح هنا كده وهتلاقي لينك الداونلود برضو.
لو انت شغال على ويندوز برضه هيجيب لك داونلود فور ويندوز، هتنزله وتسطبه برضه عادي زي اي برنامج وهيفتح معاك. تمام اوكي ماشي، بعد المحاضرة ان شاء الله بنزل. تمام نبدأ بقى في الموضوع ال type conversions. طيب ال type conversions هو أول واحد؟ لا، ال operators أول واحد. كويس. طيب conversions أول واحد. type convergence تمام. ال type convergence نقصد بيها عملية تحويل ال types. يعني انت لو عندك type مثلا string وحابب تحوله ل number او العكس، لو عندك number مثلا وعايز تحوله ل string. تمام. اولا انت ليه اصلا ممكن تحتاج عملية التحويل دي؟ في الغالب مش كتير احنا بنحتاجها، ولكن هي بتتم لينا واحنا مش بتتم لينا من خلال جافا سكريبت واحنا مش واخدين بالنا. يعني مثلا لو جيت وقلت مثلا عرفت مثلا variable اكس مثلا، او مثلا خلينا نسميه number one، واديته قيمة 4. تمام. وجيت عرفت const مثلا number two، والنمبر 2 ده مثلا خدته من اليوزر مش انا اللي عرفته، فجالي بشكل سترينج كده 5 بس سترينج. تمام. لو انا دلوقتي لو جيت اجمع الاثنين، لو جيت مثلا كونسول دوت لوج نمبر 1 زائد نمبر 1، تحصل حاجة غريبة. نمبر 1 زائد نمبر 2 هيطلع لك 45. ليه؟ لان البلس دوت، ودي هنشوفها في الاوبريتورز، البلس ده بيتعامل معاملتين، اما ان هو اريثماتيك اوبريتور بمعنى ان هو بيجمع رقمين، واما ان هو كونكاتينيشن اوبريتور بمعنى ان هو بيضم اتنين سترينجز على بعض. يعني هو هنا كده اعتبر ان دي بما انها سترينج تمام، فانت عايز تضمهم على بعض، فضمن لك الأربعة جنبها الخمسة. تمام. دي هنجيلها في الـ operators، بس أنا بوريك مثال إمتى نحتاج مثلا نعمل عملية التحويل دي. فإحنا دلوقتي إحنا مش عايزين الـ behavior ده، إحنا عايزين نجمع 4 زائد 5. فتيجي هنا كده أنت دلوقتي معاك string وعايز تحولها لـ number، فممكن تحولها بالشكل ده number وتبعت له بين قوسين الـ number 2 ده. فهنا كده هو انت حولت النمبر 2 دوت بعد ما كان سترينج، حولته لنمبر وجمعته على نمبر 1 دوت، ف4 زائد 5 اداك 9. تمام. فاللي احنا عملناه هنا كده دوت ده تايب كونفرجن. العملية دي عملية تحويل من سترينج لنمبر. برضو لو عاوز تعمل العكس، مثلا انت عايز تحول النمبر 1 دوت من نمبر عايز تخليه سترينج، فتيجي تقول له سترينج وتبعت له نمبر 1. لو جيت هنا كده قلت له تايب اوف، انت عايز تشوف التايب اوف، نوع التايب اللي راجع من العمليه دي، فهو نمبر 2 دوت كان، لا هنا كده انا عايز استخدم نمبر 1. نمبر 1 دوت كان نمبر، وهنا كده انا حولته لسترينج، فبقى الناتج بتاع العمليه دي string، فالمفروض ان هو يديك string. تمام. اداك string، لو شلت دي المفروض ان هو هيديك number لان هو number فعلا. تمام. فدي التحويل ما بين number و string لبعض. نفس الكلام لو انت عايز تحول لبوليان، لو عندك مثلا const مثلا، احنا عندنا البوليان في الاول عبارة عن ايه؟ ترو وفولس. تمام. دايما ترو معناها واحد وفولس معناها صفر. فانا مثلا لو عندي variable مثلا
مثلا سميته يس وقيمته بواحد، فانا عايز احوله لبوليان. فاجي هنا كده مثلا كونسول لوج واقول له بوليان وادي له يس، المفروض ان هو يطلع لي كلمة ترو. تمام، هو كده حوله لبوليان. جميل، فدي طريقة التحويل لو انت عايز تحول explicitly، يعني انت اللي عايز تحول بايدك حاجة. في طريقة تانية بدل استخدام النمبر دي، يعني ان انا همسح الكلام ده والكلام ده هنا كده، احنا بنحول النمبر 2 ده من string لنمبر. جميل، باستخدام الكيورد دي نمبر. في طريقة تانية ان انا ممكن استخدم البلس دي، لو حطيت قبل الرقم كده بلس فانا بحوله لنمبر لو هو مش نمبر. يعني لو جيت هنا كده ونفذت هيدي لك 9 برضه، لكن لو شلت دي هيدي لك كام؟ تمام، يبقى البلس دي بتحول من سترينج او من اي حاجة لرقم. طب لو نمبر ده اصلا رقم، البلس دي مش هتعمل اي حاجة، هي دورها ان هي تحوله لرقم. طب هي لقيته رقم اصلا فخلاص مش هتعمل اي حاجة. فدي قصة التحويل لو انت عايز تحوله بايدك. طيب في اوقات كتيرة جافا سكريبت بتعمل لك الكلام ده من غير ما انت تحتاج. يعني انت لو جيت هنا كده مثلا نمبر 1 ده 8 ونمبر 2 ده مثلا 4، وجيت هنا كده قلت له كونسول دوت لوج مثلا نمبر 1 على نمبر 2، فالمفروض ان هو كده هيطلع لك كام؟ 2. هو بيقسم 8 على 4 بيديله 2. طيب لو نمبر 2 ده كان عبارة عن string فالمفروض هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 2 برضه، من أربعة. هيطلع لك 2 برضه. ليه؟ لأن هو هنا كده هو شاف عملية القسمة دي فقالت لك إن عملية القسمة دي ما ينفعش تتعمل على string، فأكيد أنت تقصد بيها نمبر، أنا هحولها لك لنمبر. فالجافا سكريبت حولت لك النمبر تو نمبر من غير ما أنت تحتاج. يعني لو جيت هنا كده وحطيت بلس فانت حولتها النمبر بايدك مفيش مشكله، هتطلع لك نفس الناتج بس انت مش محتاج. جافا سكريبت بتعمل لك الكلام ده لان هي سمارت، ان هي تعرف ان العمليه دي ما ينفعش يكون فيها سترينج، فخلاص هي الفيريبل ده فيه قيمه نمبر بس انت حاطه في شكل سترينج انا هحوله لك. فده شكل من الاشكال اللي الجافا سكريبت بتحول فيه امبليسيتلي من غير ما انت تقولها. تمام، فدي قصة ال type conversion. هنا كده في كلام كتير عن عن ايه القيم لما تحولها لايه بتبقى ايه. يعني مثلا كل القيم لما تيجي تحولها لبوليان مثلا بتبقى ايه. يعني ايه؟ احنا دلوقتي لو عندنا اي قيمة مثلا في ال variable x ده، مثلا string عبارة عن hello وجيت تحولها لبوليان، فهيحولها لك يخليها ايه؟ دي حاجة ما نعرفهاش، لازم نعرفها من اللغة نفسها. فالقاعدة اللي حطها جافا سكريبت هي ان الـ all values اللي في العالم كله بتبقى true ما عدا ستة values. فالستة values دي بيسموهم falsy values. falsy values بمعنى ان القيم دي معناها falsy، معناها false، لما نيجي نحولها لبوليان هتتحول لفالس. طيب ايه القيم دي؟ القيم دي هي عبارة عن اول حاجة الصفر والامتي سترينج والنل والانديفايند. يبقى صفر وامتي سترينج ونل وانديفايند والفولس نفسها اولهم والنادا نمبر. النادا نمبر، تمام، النادا نمبر دي بيكون ناتج عملية حسابية بس ملهاش ناتج. يعني مثلا لما تيجي تقول له كونست اكس بيساوي مثلا هلو على هاي، تمام، فانت هنا كده بتقسم سترينج على سترينج، فانا العملية دي ما تنفعش، القسمة دي لازم تتم بين رقمين، فالناتج بتاع اكس هيبقى نادا نمبر. كونسول لوج اكس، لو جيت هنا كده نوت
هيقول لك اصلا في مشكلة. اكس اصلا هنا كده متعرف، انا هعرف واحد اسمه واي، هيقول لك ان القيمة هلو، لا لا عشان هنا خلي كده ال اه نوي تمام صح، فيقول لك ان الناتج بتاعه نادا نمبر. نادا نمبر يعني انت اتمتد ان انت تعمل عملية حسابية بس ما نفعتش، ما تنفعش العملية دي تمام. فدول الستة فاليوز اللي لو حولتهم لبوليان هيديك فولس، اي فاليو تانية هتحولها هتديك ترو. جميل. فدي قصة معنى الحاجات. طيب طبعا لو جيت تحول من اي حاجة لنمبر، لو هي الحاجة اللي جواها دي نمبر في ريبريزنتيشن تاني هيحولهولك. يعني خلينا نمسح دوا كنص مثلا، نم هيساوي 40 بس انا حاططها في شكل سترينج. لو جيت انا هنا كده وحولتها لنمبر هيطلع لك 40 عادي، ان هي القيمة اللي جواها 40. لكن لو هي هنا كده عبارة عن كلمة هلو، فالمفروض هيطلع لك ايه؟ المفروض ان انا نمبر. تمام. فقصة التحويل دي بتتم بناء على المعنى ده، لو الحاجة اللي جواها دي ارقام فخلاص هحولها لك للرقم اللي هي فيه، لو هي مش ارقام احول لك ان هي another number لان انا معرفتش احول لها. دي البوليان كونفرجن. تمام. بالنسبة للسترينج، whatever اللي انت حاطه هنا كده هيحوله لك للسترينج زي ما انت كده. يعني هي القيمة دي مثلا بنال، فانا لو عايز احولها للسترينج احولها بالشكل ده نم مثلا، فالمفروض هيدي لك ايه؟ هيدي لك كلمة نال. لو هنا كده undefined لو سيبناها فهي واخدة قيمة undefined by the way. اقول لك علشان دي كونست ما ينفعش. فلو جيت هنا كده هيقول لك بعد ما حولها للسترينج بقت undefined. طب لو انت حاطط هنا كده ارقام مثلا، اي ارقام هيحولها لك نفس الرقم ده بس في صيغة سترينج. تمام. فدي قواعد التحويل اللي بتستخدمها جافا سكريبت. دي اول حاجة. بعد كده ده كان التايب كونفرجن. ندخل بقى على حتة الاوبريتورز دي. اول حاجة يعني ايه كلمة اوبريتور؟ طبعا الاوبريتورز دي او معنى الكلمة يعني احنا خدناه في المدرسة. فكلمة اوبريتور معناها سيمبل او كيورد بيستخدم علشان يعمل اوبريشن معين. used to do an operation. هو سيمبل او كي وورد بتعمل اوبريشن محدده، زي مثلا البلس. بلس ده رمز معين بيستخدم علشان يجمع رقمين، فالعمليه اللي بيقوم بيها الاوبريتور ده هي عمليه جمع. تمام. فدي معنى الاوبريتور، هو سيمبل او كي وورد. لان ممكن الاوبريتور في احنا بنتكلم في البروجرامنج لانجويجز، الاوبريتور ممكن يكون كلمه. تمام. يعني التايب اوف اللي احنا عمالين نستخدمه ده عباره عن اوبريتور. فالاوبريتور هو سيمبل او كي وورد يستخدم عشان يعمل اوبريشن معين. فممكن نبدأ نقسم الاوبريتورز لسيتس. تمام. بس قبل ما نقسمهم لسيتس نشوف التيرمز دي. اول حاجة الاوبريتورز انواع، بنقسمها على حسب عدد الاوبرانديز اللي بتشتغل عليها. يعني ايه اصلا اوبراند؟ اوبراند هو المعامل اللي انت بتبعته للاوبريتور علشان يعمل عليه العملية. فانت لو قلت مثلا 5 + 4 فالزائد ده هو الاوبريتور، اما 5 و4 دي الاوبرانديز. الاوبرانديز دي هي المعاملات اللي بيشتغل عليها الاوبريتور ده. فالاوبريتور ده بيعمل عملية جمع على الاتنين اوبرانديز دول اللي هما بيتجمعوا مع بعض. جميل. فدي كلمة operand معناها ايه؟ فالاوبريتورز بنقسمها انواع بناء على عدد الاوبرانديز اللي بتشتغل عليها. فالاوبريتورز ممكن تكون يوناري. يوناري معناها ان هي بتشتغل على اوبريتور واحد، او باينري معناها ان هي بتشتغل على اتنين. تمام. وهنشوف امثلة للاتنين دول. فلو جينا دلوقتي هناخد الاوبريتورز، عايزين نقسمهم لسيتس. هي الاوبريتورز كتيرة جدا، لو جيت هنا كده وكتبت جافا سكريبت اوبريتورز
انا بحب افتح الدوكيومنتيشن بتاعت ام دي ان الموزيلا ديفلوبر نتورك، فلو فتحت اول مقال ده هو اكسبريشنز اند اوبريتورز، هتلاقيه مقسمهم لسيتس كده جميل، وهنا كده حاططهم لك هو تحت خالص في جدول فيه كل الاوبريتورز. لا يبقى مش في المقال ده. وانا بستخدمها اكثر شيء يعني، ولا في اشياء معينة بس بستخدمها؟ نعم، بستخدمها كلها ولا في اشياء معينة بس بستخدمها؟ هي كلها ممكن تستخدمها في اللانجوج، بس احنا هنتكلم في اكتر الحاجات اللي بنستخدمها. operators precedence ماشي. يبقى خلينا نبدأ نقسمهم. اول نوع هو الاريثماتيك او العمليات الحسابية، ودول اشهر حاجات لاننا كلنا شايفينهم في المدرسة او معظمهم شفناهم في المدرسة. فاريثماتيك اوبريتورز هي الاوبريتورز اللي بتعمل عمليات حسابية زي البلس والماينس والضرب والقسمة، دول اشهر حاجات تمام. ودول كلهم باينري، باينري بمعنى ان هما بيشتغلوا على اتنين اوبرندز، يعني الجمع بيجمع اتنين، الماينس بيطرح اتنين من بعض، والضرب والقسمة نفس الكلام. اما في عمليات اريثماتيك بتشتغل على اوبرند واحد زي البلس بلس والماينس ماينس، فالبلس بلس والماينس ماينس دول حاجات مش بنشوفهم في العمليات الحسابية ولكن موجودين في البروجرامينج لانجويجز. فالبلس بلس دي معناها او الماينس ماينس اما بتجمع واحد على الفاريبل او بتنقص واحد. يعني لو جيت هنا كده وقلت مثلا let num بتساوي 5، وجيت قلت كونسول لوج النم ده، وجيت بعديها رحت قايل num بلس بلس، وجيت رحت عامل نفس الكونسول لوج هنا كده، فالنم بلس بلس دي بالظبط بتساوي كده نم بتساوي نم زائد واحد تمام. فكل اللي بيعمله الاوبريتور ده ان هو بيزود واحد على قيمة الفاريبل ده، فهنا كده هيديك 5 لكن هنا كده هيديك 6 تمام. فدي البلس بلس. برضو الماينس ماينس نفس الكلام، بينقص واحد من الفاريبل، في الأول كانت 5 بعدين بقت 4. طيب الاتنين اوبريتورز دول يعتبروا يونري، يونري بمعنى ان هما بيشتغلوا على اوبراند واحد، هما بيجمعوا واحد او بيطرحوا واحد من اوبراند واحد بس، اللي هو في الحالة دي النم وان النم ده تمام. بالنسبة للاتنين دول البلس بلس والماينس ماينس، في منهم نوعين، في منهم بوست فيكس وفي منهم بري فيكس. بوست فيكس، كلمة بوست دايما معناها بعد، يعني كلمة بوست دايما معناها بعد افتر، وبري فيكس معناها بيفور قبل. بمعنى ان الاوبريتور ممكن يبقى بالشكل ده num plus plus، وممكن يبقى plus plus num. في الحالة دي هو بوست فيكس جه بعد الاوبرند، في الحالة دي هو بريفكس جه قبل الاوبرند. طب ايه الفرق بينهم؟ لو انت عملت البلس بلس او الماينس ماينس ده وما استنيتش النتيجة، يعني انا هنا كده النتيجة بتاع الاكسبريشن ده انا ما خدتهاش استخدمتها، لو ما استخدمتهاش ما فيش اي فرق بينهم. يعني علشان توضح تعالى نشيل دي وتعالى نعمل ده كومنت، فاحنا عرفنا نام 1 وجينا هنا كده كونسول لوج النام، بعد كده زودناه وبعد كده نعمل لوج، فاللي هيحصل هيعرض 5 بعدين هيعرض 6، وده الطبيعي 5 و6. طيب لو استخدمنا ده، يعني لو عملنا كومنت لده وجينا هنا كده واحنا مشغلين ده اللي هو البريفكس، هيعمل لك نفس الكلام 5 و6. ففي حالة ان انت ما بتستخدمش الناتج بتاع العملية دي مفيش فرق بينهم، لكن الفرق بيبدأ يظهر هنا كده. لو قلنا مثلا تعال نعرف variable جديد، والvariable ده مثلا اسمه num2، وهنديه قيمة
num plus plus. طب ايه اللي بيحصل هنا كده؟ ان انا باخد النم ده وازوده، وناتج العمليه دي اروح اعمل لها assignment في num2. يبقى اللي حصل هنا كده ان انا increment num then بعد كده assign to num2. فاهم هنا كده ايه اللي بيحصل؟ لا ايه ده مش وصل. تمام. بص احنا في الاول كنا بنعمل كده، سيبك من ده، كنا بنعمل num plus plus او plus plus num. فالستيتمنت دي كل اللي بنعمله ان احنا بنزود النم دي بواحد، فلو كانت خمسة هتبقى ستة، وهنا كده نفس الكلام. بس ناتج العملية دي، العملية دي ليها ناتج، الناتج ده احنا بنستخدموش غير في الحالة دي. في الحالة دي احنا هنا كده بزود على النم واحد وباخد ناتج العملية دي، لو حطيتها كده بين قوسين باخد ناتج العملية اللي بين قوسين دول، واخد الناتج بتاعها احطه في نم 2. تمام. فهنا كده بقى تبدأ تفرق البوست فيكس عن البريفكس. هنا كده ايه الفرق؟ البوست فيكس بيأساين في الاول، يعني بيرجع ناتج الاكسبريشن القديم وبعدين يعمل التغيير بتاعه. يعني هنا كده النم ده قيمته كام؟ خمسة. فالبوست فيكس ده هو يروح واخد الخمسة دي يحطها هنا كده، وبعد كده يعمل عملية الانكريمنت بتاعته. على عكس لو استخدمت البريفكس، فلو جيت هنا كده استخدمت نفس الاكسبريشن بس خليها بريفكس، نعمل كومنت لدوا في الاول ونشوف الناتج. الناتج هنا كده انا عايز اعمل كونسول لوج للاثنين نم ونم 2، فنم هنا كده هيبقى قيمته بكام بعد ما زودناه؟ ستة. تمام. نم 2 انتو ب ستة لا هيبقى بخمسة، يبقى بخمسة لأن دي دي بوست فيكس. فهنا كده هيطلع لي المفروض انا هحط بس سترينجز كده علشان تعرفنا num، هقول له before num، وهنا كده هقول له after num. وهاجي هنا كده هقول له num2. فبيفور كانت خمسة num، بعد كده بقت ستة، لكن num2 زي ما هو خمسة لأن هو num2 خد قيمة النم دي. جميل. على عكس لو جينا هنا كده واستخدمنا البريفكس، ففي حالة البريفكس هيبقى ايه الناتج هنا كده؟ تمام صح. خمسة بقى كده ستة. لا هيطلعوا الاثنين ستة، الاثنين دول ستة لكن ده خمسة. ما انا بكلمك لكن النم الاولاني هيطلع خمسة بعد كده يطلع الاثنين بعد كده ستة. ايوه بالظبط. تمام. فاللي بيحصل ان تقدر تقول ان دو بيأساين في الاول بعدين يعمل الجمع، اما ده بيجمع وبعدين يعمل الأساين، فبيأساين القيمة الجديدة. تمام. تمام. ده بشكل مبسط. اما اللي بيحصل هو ان ده كده، ده بنسميه في الجافا سكريبت عبارة عن اكسبريشن. تمام. الاكسبريشن ده ليه قيمة. الاكسبريشن ده بغض النظر ان هو بيعمل ايه في النم، يعني هو بيزود النم سواء هو بريفكس او بوست فيكس، ولكن هو اكسبريشن بيرجع فاليو، وانا هنا كده الفاليو اللي بيرجعها دي بحطها في num2. حلو. ممتاز. فالفرق ما بين البريفكس والبوست فيكس، البوست فيكس بيرجع القيمه القديمه ولكن البريفكس بيرجع القيمه الجديده، يعني هما الاثنين بيجمعوا، ولكن ناتج الاكسبريشن ده اللي انا بحطه في num2 هو بيفرق. لو بوست فيكس انا برجع القيمه القديمه قبل ما اعمل بلس، لكن ده بعد ما اعمل بلس. تمام. واللي بيمشي على البلس بلس بيمشي على الماينس ماينس. تمام.
فدي قصة الاريثماتيك. بعد كده الكومباريسون، فالكومباريسون دي هي اوبريتورز بستخدمها علشان اقارن. فانا كده الكومباريسون اوبريتورز، فدي زي مثلا اللي احنا بنستخدمها اكبر من او اصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، تمام. فدول كل دول كومباريسون اوبريتورز، والناتج بتاعهم بيبقى بوليان. فانا لو جيت مثلا، لو جيت هنا كده وقلت كونسول لوج مثلا، هل 5 اقل من 4؟ هيطلع لي هنا كده فولس، لان 5 مش اقل من 4، تمام. لو قلت له 5 اقل من 6 هيطلع لي ترو. فالاوبريتورز دي الخارج بتاع الاكسبريشن بتاعها هو بوليان، اما ترو او فولس، كانك بتسال الحاجه دي اكبر ولا اصغر، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، تمام. دي بسيطه. في اوبريتورز تانيه في الكومباريسون اسمها الايكواليتي. الايكواليتي في فرق ما بين الايكواليتي والاساينمنت، بمعنى ان انا لو جيت عرفت فاريبل اسمه اكس بيساوي 4، وجيت قلت الواي ده بيساوي الاكس، فده معناه ان انا باخد الاكس بحطه في الواي، ده اساينمنت، ده اساينمنت. لكن انا لو عايز اسال هل الواي اقل من الاكس، هل الواي قصدي بيساوي الاكس، فلو جيت هنا كده هل الواي بيساوي يساوي الاكس، فده ايكواليتي. الايكواليتي ده اوبريتور بيتشيك اذا كانوا الاوبرندز بتاعته بيساووا بعض ولا لا، فالناتج هنا كده هيطلع ترو، تمام. مفهومه دي؟ تمام. يبقى ده اساينمنت لكن ده ايكواليتي. في نوعين من الايكواليتي، في الايكواليتي العادي وفي الستريكت ايكواليتي. الايكواليتي العادي ده اللي هو ده اللي هو 2 يساوي، ده بيتشيك قيمه الاوبريتورز الاوبرندز بتوعه، يعني لو قيمهم بيساووا بعض يبقى خلاص ترو، تمام. اما الستريكت ايكواليتي ده بيتشيك ان هم قيمهم بيساووا بعض، رقم 2 هم من نفس النوع. يعني ايه؟ يعني لو جيت عرفت 2 variables x مثلا بيساوي 5 و y بيساوي string 5، لو جيت قلت له هل ال x بيساوي ال y، فهيقول لي true لان قيمهم واحدة، قيمة ال x وال y الاتنين بخمسة بغض النظر عن نوعهم، جميل. لكن لو جيت قلت strict equality باستخدام التلاتة يساوي دول، فأنا بقول له هل الإكس والواي بيساووا بعض ومن نفس النوع، فلو جيت هنا كده هيقول لي ترو في الأول اللي هي بتاع الإيكواليتي، وفولس بتاعت الستريكت إيكواليتي، لأن الإكس والواي صحيح بيساووا بعض ولكن هما مش من نفس النوع، تمام. مفهومة دي؟ تمام. طيب الايكواليتي والستريكت ايكواليتي في النقيض بتاعهم اللي هو هل ما بيساووش بعض، بنكتبها بالشكل ده، بدل يساوي يساوي بتبقى علامة تعجب يساوي، وعلامة تعجب يساوي يساوي. يعني هنا كده بقول هل الاكس والواي ما بيساووش بعض، يعني لو جيت هنا كده فهيقول لي فولس، وهنا كده هيقول لي ترو، يعني هيعكسه، تمام. طيب بعد كده اللوجيكال، لوجيكال اوبريتورز. فاللوجيكال اوبريتورز دي الاوبريتورز بتاعه العمليات المنطقيه، اللي هي لو حد خريج حاسبات اكيد انت فاكر موضوع البوابات المنطقيه اللي هي اند واور، تمام، اند واور ونوت واكس واور والحاجات دي. فدي العمليات بتتم على قيم لوجيكال اللي هي ترو او فولس،
وكل عملية منهم ليها معنى معين. يعني لو نفتكر مع بعض الاند كانت لو ترو مع ترو هيديك ترو، اي حاجة تانية هتدي فولس. تمام. الاور لو كان الاور لو اي حاجة فيها ترو هيديك ترو، يعني هي لو فولس وفولس هيدي فولس، اي حاجة تانية هتدي ترو. دي الاور. النوت هي بتعكس، يعني لو الحاجة ترو بتخليها فولس، ولو فولس هتخليها ترو، وهكذا. فتقدر تقول ان النوت دي هي يوناري، تشتغل على اوبراند واحد، اما دول الاتنين باينري. باينري بمعنى ان هما بيشتغلوا على اتنين اوبراندز. تمام. فناخد مثال، مثلا لو قلنا مثلا let x بيساوي مثلا 5، وlet y بيساوي مثلا 6، وlet z بيساوي مثلا 5. فهقول له if، لا بلاش if دي لسه ما خدناش if، console log. بقول له x بيساوي، هل x بيساوي يساوي الزد؟